اعملي ايه لو رجعتي البيت لقيتي جوزك اتجوز عليكي وجايبه تعيش معاكي في نفس البيت وقال لك انا ما اقدرش ابعد عنكم انتوا الاثنين؟ اكيد هنهار، وبعد كده لا هسيبه يعيش حياته وهاخد ابني يعيش حياتي انا براحته. كل واحد من حقه يعمل اللي هو عايزه. ما يعملهاش ما يقدرش، انا واثقه فيه. الحياه الزوجيه حياه بالالفه والتراحم والموده، فاكيد انا مش هسمح بحاجه زي كده. هاخد كرامتي وامشي، بعد كده بقى ممكن اتعامل بقى في خلع بقى اللي هو هردها له. انا هحسها ان هي اهانه ليا كست، ان انا هكون قصرت في حقه في ايه. انا بقول انه حر يتجوز او يعمل اللي هو عايزه، دي حاجه تخصه هو، لكن فكره انه يتعدى على خصوصياتي انا وبيتي انا ومملكتي انا، لا هو ده مش بتاعه. فهو عايز يتجوز براحته، بس يطلع بره يشوف اللي هو عايزه بره، لكن انا في خصوصياتي ومملكتي وبيتي وحياتي ما يجيش ناحيتها. هو حر في نفسه، اسيب له الجبل بما حمل يعني. اكبر دماغي. وانا لو دخلت بيتي لقيت واحده اصلا، انا اكيد مش هسكت له يعني، مش معتقد ان انا ممكن اجيبها من شعرها، لا اما يعني هو انا طبيعي هروح لازم اروح اقول لاهلي وهم ان شاء الله يحلوا لي مشكلتي. ما استاهلش منه كده، مش مقصره معاه في حاجه يعني، فليه يعمل كده؟ بس ممكن حد تاني يوافق، لكن انا لا. هتطلق طبعا، هسيب له البيت وامشي يعني، مستحيل اوافق على الفكره، بس هو حاطني تحت امر واقع، فما اقدرش اعيش من غير كنت الاثنين دي. لا همشي يعني، مش هقعد. لا طبعا يعني ما يخيرنيش ما بيني وما بين حد، لا لا مش هفتح. هنفصل عنه ده الطبيعي، لو رجعت البيت طبعا لقيته متجوزه هنفصل. لا انا اقبل ليه يعني، هو ما فيش حد في الدنيا بياخد كل حاجه، هو اختار حاجه وانا من حقي اختار انا كمان.